مفاجأة استدعاء الفنانة نانسي عجرم للتحقيق وعرضها على الطب الشرعية واستدعاء زوجها فادل هاشم واستدعاء زوجة الثوري محمد الموسى. أكد المحامي أشرف الموسوي المتابع لقضية مقتل الشاب محمد الموسى الذي أطلق النار عليه زوج الفنانة نانسي عجرم إنه صدر اليوم استدعاء قضائي بحق الهاشم وقد تؤدي إلى إعادة توقيفه بعد إخلاء سبيله من قبل مدعي عام جبل لبنان. القضية غدا عون التي ادعت أن ما قام به الدكتور فادل هاشم جاء دفاعا عن النفس مبنية قناعتها بالأدلة والمعطيات وأفلام كاميرات المراقبة. وأشار المحامي أشرف الموسوي في حديث خاص إلى أنه تم استدعاء الدكتور فادل هاشم مجددا للتحقيق على خلفية مقتل الشاب محمد الموسى، كما تم عرض النجمة نانسي عجرم على طبيب شرعي للكشف عن إصابتها التي أكدت الفنانة إنها كانت نتيجة شظايا الرصاص وحادث إطلاق النار الذي حصل بين زوجها واللص. وأضاف المحامي أشرف الموسوي تم استدعاء زوجة القتيل محمد الموسى المتواجدة حاليا في لبنان، كما تم تفريغ محتوى الهواتف الخلوية الخاصة بجميع العاملين لدى منزل نانسي عجرم وسحب جميع الفيديوهات الخاصة بالكاميرات الداخلية والخارجية للمنزل. ولفت أشرف الموسوي إلى أنه سيتم الكشف على منزل زوج النجمة نانسي عجرم مجددا، وذلك بعد رفض عائلة القتيل استلام الجثة اليوم واحتجاجهم على الإجراءات القضائية المعمول بها، خاصة وأن زوجة القتيل أكدت أن هناك معرفة مسبقة بين زوجها والدكتور الهاشم وزوجته نانسي عجرم، مشيرة إلى أنه كان يتردد للعمل لديهم في المنزل. كلام المحامي أشرف الموسوي جاء بعد البيان الذي صدر أمس عن مكتبه إذا جاء فيه وبعد تفاوض شاق مع عائلة المرحوم محمد موسى الذي قتل على يد الدكتور فادل هاشم زوج الفنانة نانسي عجرم. قررت العائلة استلام الجثة غدا ودفنها في العاصمة السورية دمشق، تاركين للقضاء اللبناني أمر التحقيقات ومتابعة الدعوة عبر وكيلهم القانوني قاسم الضيقة، والذي تمنى بدوره على نانسي عجرم احتضان أولاد القتيل ورعايتهم عبر حسابه في مواقع التواصل وفق قوله. وتجدر الإشارة إلى أن والدة المغدور كانت أعربت في وقت سابق عن أسفها للظلم الذي تعرض له ابنها بعد مصرعه على يد الدكتور فادل هاشم، رافضة قبول التعزية التي تقدمت بها نانسي عجرم في تصريحات تلفزيونية بعد إخلاء سبيل زوجها فادل هاشم، مرددة حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم فكيف أقبله وهي التي قتلت ابني. وذكرت الأم في تصريحات إذاعية لمحطة مولدي اف ام السورية قائلة: هن عم يعزوني وهم قتلوا لي ابني، كنت أقبل العزاء في حالة واحدة لو ضرب في قدمه أو رصاصتين ثلاثة، ليه يضرب 16 رصاصة وهو أعزل؟ ولو هو شايل سكين حقهم إنهم يدافعوا عن بيتهم، لكن هو فايت أعزل مثلما تقول الفيديوهات ومثلما أولادهم غاليين عليهم. ابني غالي عندي، بدك أقبل العزاء من قاتلة ابني؟ ما أقبله طبعا. الفنانة نانسي عجرم ومفاجأة جديدة، الشاب في الفيديو غير الشاب في الصورة. أكدت الإعلامية رشا الزيان العاملة في راديو الفجيرة أن الشخص الذي ظهر بمقطع الفيديو الذي نشرته أسرة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ليس الشاب السوري محمد الموسى. وقالت الإعلامية رشا الزيان في مقطع الفيديو أن آخر الأخبار ومن مصادر موثوقة في لبنان تبين أن الشاب الذي ظهر في كاميرات المراقبة ليس الضحية محمد، ولكنه أحد رجال نانسي عجرم وزوجها. وأضافت الشاب السوري كان ينتظرهم خارج الفيلا لحتى يطالب بحقه ويحصل على حقه من الدكتور فادي، وبعد 5 ساعات صار الشاب السوري يصرخ فطلع له الدكتور فادي وقتله. وفي فيديو آخر رأت الإعلامية رشا الزيان أنه على افتراض أن رواية
نانسي عجرم وزوجها صحيحة. كيف قام فادي الهاشم بقتل الشاب بستة عشر طلقة نارية أمام أطفاله رغم أنه خائف عليهم، قائلة شو عم تقتل ديناصور، مضيفة إذا القضاء اللبناني ما أخذ حقه فالله سبحانه وتعالى بياخد حقه، وأضافت ردا على الناس اللي عم بتقول شو فات يعمل ببيتها الساعة 2 بالليل، هو كان عم يستناه برا، لكن حضرة الدكتور فادي ما كان عم يطلع ولا عم يعطيه حقه. كما قالت الإعلامية رشا الزين تعليقا على قرار النيابة العامة بالإفراج عن فادي الهاشم، طلع فادي زوجا لنانسي بالسلامة والكل عم يطمئن على نفسيته ونفسية مراته، والزلمة اللي مات بستة عشر طلقة نارية هو ليس حرامي، رجل دخل ليطالب بحقه وحق أولاده. وأضافت متسائلة كيف دخل رغم وجود الكاميرات ورجال الحراسة، وهي الأسئلة التي لم يتم تقديم أجوبة واضحة لها حتى الآن، رغم خروج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم يوم أمس بمؤتمر صحفي تحدثت فيه عن ما حدث بالتفصيل من وجهة نظرها، يشار إلى أنه لا يمكن التحقق من المصادر التي تحدثت عنها الإعلامية رشا الزين في ظل عدم التمكن من الحصول على تصريحات من المصادر الأمنية اللبنانية التي انحازت بشكل واضح هي ووسائل الإعلام اللبنانية لجانب نانسي عجرم وزوجها صاحب النفوذ، حتى أن مسؤوليين سياسيين عملوا على تبرئتها منذ الساعات الأولى وحاولوا تصويره على أنه بطل قام بعمل بطولي، وهو حكم مسبق على ما حدث أدى لأدانة الشاب السوري قبل كشف أي تفاصيل. ومن جهة أخرى زعمت الإعلامية العاملة في راديو الفجيرة رشا الزين أن مصادر موثوقة من داخل لبنان كشفت لها أن الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عرضت على تسوية مالية على أسرة الشاب السوري، وأشارت رشا الزين أنه تمت فبركة هذه القصة ومنتجتها وحتى إسقاط الحق الشخصي. دفعت نانسي عجرم لأهل الشاب السوري 30,000 دولار لكنهم لم يقبلوا بذلك بحسب زعمها، ورفضت والدة القتيل محمد موسى قبول تعزية الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بوفاة ابنها الذي قتل على يد زوج نانسي الطبيب فادي الهاشم في منزلهما. وأوضحت فاطمة في تصريحات إذاعية لمولدي اف ام السورية أن ما حدث ظلم، قائلة حزبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم. وقالت والدة محمد الموسى إنه كان يمكنها قبول العزاء في حال كان الضرب أخف وطاء مما حدث وليس 16 رصاصة اخترقت جسد ابنها الاعزل، مبينة انه لو كان يحمل سكينا فمن حق نانسي وزوجها الدفاع عن انفسهم ولكنه لم يكن يحمل شيئا، مضيفة بدكم اقبل العزاء من قاتلة ابني ما بقبله. واشارت الى انها علمت بالخبر من خلال ابن عمتها لانها كانت في مدينة حمص ولم تكن بالشام وقتها، حيث كانت تزور مريضا من اقاربها، منوهة ان اتصالا هاتفيا ورد اليهم وطلبوا عدم اخبارها بمقتل ابنها، الا ان هذا خبر من الصعب اخفاءه. واكدت فاطمة ان وسائل الاعلام تعاطفت مع نانسي عجرم كونها فنانة، متهكمة على ذلك بتساؤل هل نانسي لديها احساس وانا لا، هل اولادها غاليين عليها وانا ما عندي ولد غالي عليا. واكدت فاطمة ان الشخص الموجود بالفيديوهات ليس ابنها وانما هو شخص اخر، وهذه تمثيلية قام بها زوج نانسي عجرم، واشارت الى انها تثق في ابنها تماما كونه يصلي منذ طفولته ولا يجرؤ على السرقة لان تربيته لا تسمح له بذلك. وشددت فاطمة على ان ابنها كان يعمل في احدى الاوقات بمنزل نانسي عجرم، وذلك حسبما ذكرت له ابنة عمته سابقا، وانه التقط صورا بمنزلها في احدى المرات، وانه كان يقبض امواله من احد العاملين هناك وليس من يد نانسي او زوجها مباشرة.
موضحة انه ليس لديه وظيفة معينة بل يعمل في كل شيء. وابدت فاطمة اندهاشهما من عدم توثيق الكاميرات الموجودة خارج المنزل ليوم الحادث او عدم انتباه الحراس للحظات تسلل ابنها، مؤكدة على ان محمد ليس بحاجة للسرقة لكون شقيقه رجل مقتدر وعمه موجود في لبنان، قائلة لو كان بحاجة الى المال لطلب منهم ليسدد مديونيته، لو هناك مديونية مثلا، خاصة وان تاريخه يشهد له في لبنان كلها بانه شخص جيد. واتهمت والدة القتيل محمد الموسى نانسي عجرم وزوجها بتقطيح فيديوهات من الكاميرا، وانها لاحظت ذلك من خلال الدقائق المتغيرة في المقاطع المنتشرة، مخاطبة الفنانين بسوريا والمسؤوليين للتدخل وكشف الحقيقة، وخصت بالذكر الفنان أيمن زيدان والفنانة ريم حنة. وأكدت والدة محمد موسى أن هناك قصة وراء مقتل ابنها، فعدد 16 رصاصة يوصل الدم للباب وهو ما لم يحدث، واصفة ما حدث بالتمثيلية الرخيصة، ابن تصفى في مكان غير مكان عند نانسي وجابوه بعدها واسألوهم ليش عملوا كده وفسروا النقاط الناقصة. واختتمت فاطمة الحديث بأنها لم تتلقى اتصالا من نانسي أو زوجها لعرض مبلغ قيمته 30,000 دولارا كما أشيع، وقالت ما حد دق علينا ومصار الدنيا كلها ما بتكفي نقطة من دم ابن محمد أو ضحكة من ضحكة ولدها وزوجته اللي بيتحجج معاها في لبنان. وحرصت الفنانة نانسي عجرم على تقديم التعازي لأهل القتيل السوري محمد موسى الذي اقتحم منزلها، رغم اتهام أهل القتيل لزوجها الطبيب فادي الهاشم بأنه اجتاز مقاطع من الفيديو الذي وثقته الكاميرات وتلاعب بها من أجل إخفاء ما يريد. وقالت نانسي عجرم في تصريحات تلفزيونية لها بعد عودة زوجها إلى منزله، أكيد ما بنتمنى لا أنا ولا فادي ولا عيلتنا كلها نتمنى اللي صار، وأنا بدي أعزي والدته، بدي أعزي زوجته وأهله وأولاده جميعهم، أكيد ما بنتمنى ياللي صار معنا بس هي الظروف. ويشار إلى أن الفنانة اللبنانية كشفت في مؤتمر صحفي ما حدث في منزلها، وقالت فادي ما كان عم بيعد الرصاصات، اللي عمله هو ردة فعل لست دقايق سبع دقايق من التهديد والحكي، وين مراتك وين اولادك وما تتحرك وما تزيح لهون ولا تزيح لهون. وردا على الانتقادات التي تعرض لها الاخير، دعت الجميع الى ان يضع نفسه مكانه، لافتة الى ان الشاب الذي دخل الفيلا كان ملسما ويحمل مسدسا وشيء اخر على خاصرته، وان كل الدلائل تثبت انه فعل ذلك بهدف السرقة. وقدمت العزاء لاهل الشاب وقالت بدي اعزي والدته وزوجته واولاده، وما في بعتقد ولا بي بيحس ان الغبرة عم تمس ولاده وبيسكت. وفي تطور بارز، هذا ما قررته أسرة مقتحم منزل نانسي عجرم بشأن جثته وطلب محاميها يفاجئ الجميع. نشرت صحيفة النهار اللبنانية بيانا صدر عن مكتب المحامي أشرف، جاء فيه بعد تفاوض شاق مع عائلة المرحوم محمد موسى الذي قتل على يد الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم. قررت العائلة استلام الجثة غدا ودفنها في العاصمة السورية دمشق، تاركين للقضاء اللبناني أمر التحقيقات ومتابعة الدعوة عبر وكيلهم القانوني قاسم الضيقة. بدوره كتب قاسم الضيقة على حسابه على فيسبوك، حبذا لو السيدة نانسي عجرم قامت بزيارة لأولاد المقتول والتعهد برعايتهم واحتضانهم بعد نيلهم رتبة يتيم، لكن المشهد أرقى ويستحق الثناء. ويشار إلى أن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون قررت في وقت سابق إخلاء سبيل زوج الفنانة بعد الاستماع إلى إفادته، وقررت التوسع في التحقيق لكشف ملابسات الحادثة. وكانت والدة القتيل أعلنت في حديث إلى إذاعة مولدي اف ام السورية رفضها قبول العزاء من الفنانة اللبنانية. الفنانة سارة نخلة تهاجم نانسي عجرم بسبب مقتل سارق
منزلها. سوري غلبان ادوله فلوسه. هاجمت الفنانة السورية سارة نخلة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بعد مقتل سارق منزلها على يد زوجها. ونشرت سارة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة لنانسي وزوجها وعلقت عليها قائلة: عمر محبيتك دايما بقول انها بتمثل البراءة ومصطنعة، واول حد عنده شرف فضحك هو جورج وسوف، وخليكي فاكرة اتكلميها عن تاريخك المشرف. 16 رصاصة ليه بقى. واضافت: الولد اتقتل على اساس انه في اوضة البنات، ايه اللي جابه المطبخ بقى وهو غرقان في دمه، في كاميرات اوضة البنات، في كاميرات باقي الاوض، اللي جوزك بيقول انه ناسي الباسورد، جوزك القاتل اللي سمعته سبقاه. بتشيل الكومنتات بتاعتنا ليه من على الانستجرام لما انت صاحبة حق. وتابعت: لما المذيعة سألتك ازاي في جروح في رجلك اصلا وانت بتقولي كنت في الأوضة، ارتبكتي وقلتي لها انا حسيت بعد كل الموضوع خلص على اساس انها ليلة فرحك. الولد شغال عندكم في البيت من 9 سنين، ازاي دخل البيت طيب وفيه 4 رجال امن ازاي؟ قوليلي لو مش هم صحابه وعارفينه، وجوزك كان سايبه في الجنينة بيشتغل بقاله 4 ساعات اصلا. المسدس اللي كان ماسكه مسد الصوت كان بيطلب منكو حقه، فلوسه يعني. انتوا واكلين حق الولد وعارفين انه هو سوري غلبان مش هيعرف يعمل حاجة. هو في لص بيقول لحد اعمل معروف واديني فلوسي. وذكرت سارة نخلة: كفاية افتراء، الله ينتقم منك انت وجوزك. وعموما هو ما طلعش براءة، هو لسه على ذمة القضية وممنوع من السفر. كل شوية تقولي سوري سوري سوري، فهمنا بقى ان هو سوري، ما كلنا عندنا حرب. مش كفاية بقى تتعلموا ان ربنا كبير ومش بيسيب حق حد؟ اهو سوري وغلبان وبيشتغل عندكم، ادوله فلوسه ومشوه. مش تعملي سيناريو انت وجوزك القاتل. 16 رصاصة ليه هي قضية شرف وسأر ولا سرقة؟ قولوا الحقيقة وخافوا الله.